لله وعلى آله وصحبه من تبع بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه المرة الأخيرة ضرب زنزان، وهو معروف، رحم الله من مات في هذا الزنزال، ونحسبهم عند الله شهداء. زنزال في سوريا البلد المعروفة البلد العربية، وزنزال في تركيا هي بلد مسلمة، ندعو لهم بالرحمة والمغفرة بإذن الله الرحمن الرحيم. وهذا الزنزال هو ليس الإنسان أن يجهله، هو زنزال رباني، وهذا الزنزال هذا يذكرنا بآيات من القرآن الكريم وبأحاديث كثيرة من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الزنزال عندما يضرب الإنسان أن يرجع إلى الله عز وجل. كيف يرجع؟ يرجع بطاعة الله عز وجل، أن يتذكر ماذا فعل من معاصي وماذا ارتكب، لأن كل ما نعرفه عن هذه الأيام وهذه الأعوام الأخيرة كثير من الشعوب أو كثير من الإنسان أو كثير من العبد خرج عن طاعة الله عز وجل، وكثرت فيه المعاصي وكثرت فيه القيل والقال، وحتى واحد الأشياء نقص من الإنسان حتى النية نقصت ما بين العائلات. وحتى هذا الزنزال هذا وينه قد حتى نرجع إلى الله عز وجل، ننصحهم بطاعة الله عز وجل، الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله. هي الخوف، أن تخاف من الله عز وجل من حيث ماذا تفعل في هذا اليوم. والزنزال يذكرك أنت ماذا تفعل وما تفعله في أيامك وفي يومك هذا مع إخوتك. نعم، هي محاسبة النفس، لأن الإنسان فإن لم يحاسب فيحاسب. حاسبوا قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لذا الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع بطاعة الله عز وجل. حتى ولو نرى في هذا المجتمع لا يوجد حياء، لا حتى نذهب إلى المساجد نرى المساجد فيها القيل والقال وفيها البيع والشراء، ونذهب إلى المقبرة نسمع القيل والقال، حتى نسمع أشياء كبيع وشراء. وهنا الرجوع إلى الله عز وجل. فإذا دخل الإنسان إلى المسجد يقرأ القرآن يذكر الله عز وجل، إذا ذهب إلى المقبرة يتذكر أنه هو يأتي يوما. تقدر تنصحهم يعني في هذا معنا في أيام مباركة وش بهذا؟ نعم، بهذا اليوم هذا، في هذا الشهر، هو شهر رجب، هو شهر الحرم، وقد يأتي شهر شعبان، وبعدها نستقبل بإذن الرحمن الرحيم شهر رمضان، شهر مبارك وشهر التوبة والغفران. بهذه المناسبة ندعو الشعب الجزائري أو الدول أو ندعو عباد الله أن يرجعوا إلى دينهم ويتذكروا ما أمرهم الله عز وجل وما نهاهم عنه، من حيث أن هذا الشهر المبارك الذي أتى إلينا الذي قد يحل إلينا أن نستقبله بالطاعات، ونستقبله بالصدقات، ونستقبله بالتلاحم فيما بيننا ليس التخاصم، ونستقبله إن شاء الله عز وجل كما يقولون نستقبله بنية خالصة لعبادة الله، وليس نستقبله بالبيع والشراء، ونستقبله بأشياء من من حيث التجارة ومن حيث كذا. هذا شهر الرحمة ليس شهر آخر، وشهر المغفرة بإذن الرحمن الرحيم. ندعو الله عز وجل لهذه البلاد، إن شاء الله يحفظ بلادنا. اللهم يا رب العالمين احفظ الجزائر، اللهم احفظ أمنها، اللهم يا رب العالمين احفظ حدودها واملأ سدودها، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. وندعو كذلك للحماية المدنية، أن الله عز وجل يجعل عملهم في ميزان الحسنات، وحتى كذلك الجيش الأبيض هو هذا الأطباء الذين كرسوا حياتهم كلها في العلم وفي خدمة الإنسان، لأنه من أنقذ أو من أحيى نفسه كأنما أحيى الناس جميعا، ومن قتل نفسه كأنما قتل الناس جميعا. ولا شك الأطباء والحماية المدنية قد أحيوا الناس جميعا إن شاء الله في ميزان الحسنات. وهذوك الناس اللي ماتوا في تركيا إخواننا والذين ماتوا في
في سوريا نشهد لهم وأنهم في مروا في محن كثيرة من حيث أكثر سوريا، ندعو لهم بالرحمة وندعو لهم بالمغفرة، واللي راهم مرضى ربي يشافيهم ويعافيهم، واللي راهم حيين بصحتهم ربي يفرج عليهم إن شاء الله ويجعل بيدهم آمين إن شاء الله. والسلام عليكم. شكرا. واسمحوا لي مش عارف نشوفوا هذه هي احنا هذه مش غريبة علينا، احنا لي زالجيريان رجلنا من بكري. الله يبارك. تفضل، رأيك انت في المبادرة هذه الجزائر دارتها؟ هذه المبادرة التي قامت بها الجزائر هي مبادرة تشرف الجزائر أولا وتشرف الدول العربية بأسرها، لأن الموقف الجزائر دائما عنده موقف حساس، هو أنه بما معروف بالجزائريين، الجزائريين بصفة عامة إحنان. بهذه المبادرة التي قامت بها الجزائر هي مبادرة إنسانية ومبادرة أخوة، والجزائر لها علاقة متينة مع سوريا، وكذلك قدمت من قبل إلى كل الدول إما العربية أو غيرها، وكانت هذه المبادرة هي المبادرة الثانية على ما أخص، وتوجد مبادرة أخرى قامت بها الجزائر من قبل هي مبادرة إنسانية لفلسطين، الدولة التي يحبها الجميع هي دولة عربية فلسطين. نحن ندعو إلى الله عز وجل على هذه العمل الذي قامت به الجزائر، هي أن تكون في ميزان الحسنات، وندعو لإخواننا السوريين أن يفرج عنهم، والأتراك كذلك، الأتراك هي دولة عثمانية معروفة، ندعو إلى إخواننا المسلمين أن يفرج عنهم ويفرج كربهم، وأن يوسع يا رب العالمين ما في وسعهم من خيرات إن شاء الله عز وجل. وبهذه المناسبة الغيث النافع الذي أنزل علينا، ندعو الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الخير الذي أنزل الله علينا من غيث نافع إن شاء الله. ندعو الله، دعينا رجال الحماية المدنية تعني احنا ما ننسوش الحماية المدنية، الحماية المدنية نجدهم في أي مكان كان، وهم الأوائل الذين سبقوا لإنقاذ إخواننا السوريين. الحماية الأولى على مستوى العالم هي الحماية الجزائرية اللي وصلت لسوريا، وهذه مبادرة ما شاء الله. وكاين مبادرة ثانية هم الأطباء، كذلك الأطباء الجزائريين قاموا بدورهم وجزاهم الله خير الجزاء، هم الجيش الأبيض. ونحن دائما ندعو إلى الدولة الجزائرية كدولة، وندعو إلى الدولة التي هي بلد مليون ونصف مليون شهيد، هي قدمت الكثير لكل الدول العربية، وندعو الله عز وجل أن يوفق هذا الـ